مساء الخير، أحب أعرفكم بنفسي. أنا طالب جامعي زيكم، بس مشكلتي دايما إني بخاف من الناس. ما بحبش أقعد وسط الناس، بحس لما بتعامل معاهم إنهم هينتقدوني وهتبان كل عيوبي قدامهم، وده مش خجل عادي، ده بيأثر على حياتي العملية في الجامعة، في النادي، في كل مكان بروحه، مع إن قدراتي كويسة جدا. ده حتى السوبر ماركت بالنسبة لي بقى مشكلة، وبقيت بفكر مليون مرة علشان أروح السوبر ماركت. يعني مثلا لما أكون مضطر أقدم برزنتيشن في الجامعة قصاد ناس كتير، بحس إن كلهم بيبصوا عليا ومركزين معايا قوي، ببقى قلقان وخايف لدرجة إن معرق جامد وإيديا بتترعش وكأن رجليا مش قادرة تشيلني، وفي الآخر ما بعرفش أكمل البرزنتيشن. أما بقى في امتحانات الشفوي ببوظ الدنيا خالص، مع إني في الريتن بكون ممتاز جدا وشاطر، الدكتورة تقعد تكلمني وأنا ولا هنا، مع إن السؤال بيبقى عارفه كويس جدا لكن مش عارف أقول حاجة، وبلاقي نفسي برضو بعرق تاني وبتلخبط ورجلي بتترعش وأقعد أطرقع في صوابعي وبعمل حاجات أنا مش عارف أنا بعمل إيه.